بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدهور كلهم امين. نقرا ايه من انجيل معلمنا متى. متى 11:29 بيقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. وآية تانية في إنجيل يوحنا 16:22 بيقول فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بتشكر خالص لأبونا صوت عملك. فصلتوا حاجة ولا حاجة؟ اوكي. بتشكر الابهات خالص وليكم كلكم والكورال الجميل بجد. قالوا ترانيم جميله وبروح حلوه جدا، مش مجامله صحيح، حاجه حلوه خالص بجد. الكنيسه غنيه بكل اولادها، مفيش حاجه فيها اسمها كبير وصغير، كل بيخدم والكل بيحب ربنا وكل انسان بيقدم اللي يقدر عليه يقدمه للكنيسه محبه في ربنا وفي كنيسته. ربنا يحافظ عليهم ويديهم الصحة ودايما يمتعونا بحاجات أحلى من كده كتير كمان. احنا ساعات لما نسمع أخبار كتير تتعبنا، نقلق ونحزن ونضطرب، وده أمر طبيعي، أمر طبيعي إن الشيطان يجيب الأفكار دي. لكن أنا اللي بإيدي أقدر إن أنا أخلي ده يسكن جوايا أو أرفضه. السيد المسيح لما وقف ييروس قدامه وكانت قالوا له خلاص بنتك ماتت، قال له لا تخف. لا تخف هنا ما قالهاش السيد المسيح زي واحد بيطمن واحد صاحبه بيقول له ما تخافش اطمن، لا، ده كلمات السيد المسيح سلطان إلهي، سلطان ربنا وهبه لك انك تقدر تنتصر على الخوف، تقدر تنتصر على الحزن، تقدر تنتصر على الألم. غاية المسيح في تجسده وفداء البشر ان ينقلنا معاه للسماء. فالمسيح جه عشان يسمو بالإنسان، يسمو بالبني آدم، يخليه يعيش حتى حياته هنا على الأرض بطريقة حلوة. وقبل ما يدينا الوصايا قعد يوضح لنا هو قد ايه اله قوي، هو قد ايه اله عظيم. قبل ما يلزمنا باننا نتعلم منه انه يكون وديع ومتواضع القلب، قعد يقول لنا ان هو مجده شكله ايه وهو الاب واحد، وقعد يقول لنا عن قدرته الالهيه. ليه؟ علشان لما نسمع كلام ربنا ونمشي معاه نقول مع بولس الرسول لأن عارف بمن آمنت. إحنا مش ماشيين ورا دجل ولا أكاذيب ولا ماشيين ورا إله مستنينه بس يقعد يعمل لنا معجزات ولو ما حصلتش مش موجود ونفرح بيها، لا، إحنا ماشيين ورا إله بيحبنا، إدانا كل حاجة عشان نعيش في سلام. كان يقدر يقول تعلموا مني ويسكت، ليه خصنا بكلمة وديع؟ الآباء اللي بيفسروا الكتاب المقدس يقولوا إن الوداعة بتحمل معاها صفات كتير قوي. الإنسان الوديع ما يكونش إنسان ديان للناس، ما يكونش إنسان سريع الخصام، سريع الغضب، وديع. تقابل إنسان كده تحب تشوفه، تفرح لما تقابله، تلقى شخص كده الناس تجري عليه عايز تحبه، عايزين يبقوا معاه. ليه؟ عنده وداعة، الوداعة دي بتدي طاقة حلوة للي قدامه. طب احنا النهاردة لما نعيش في الوداعة دي في وسط الظروف اللي عمالين نسمع عنها، طب ما انا حزني، كآبتي، الافكار اللي هتقعد تتاكل في دماغي ما بتغيرش الواقع في حاجة. لما بقعد اخاف من بكرة، بكرة ده بيتغير، انا اللي بتعب، انا اللي بتألم، انا اللي بتأذى. ربنا حلها، قال أراكم فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم. لما أكون عايش مع ربنا مستحيل حاجة تنزع فرحك منك أبدا مهما كنت،
والفرح اللي الإنسان المسيحي يشعر به ما هوش بس فرح مرتبط بالماديات. احنا كلنا لنا احتياجاتنا وكلنا لنا متعبنا ولنا ظروفنا وكلنا بنتأثر ساعات بالأخبار اللي نقعد نسمعها حاجات سلبية، وكلنا بنعاني من غلاء في الأسعار ووباء كان موجود وأمراض بتنتشر وأخبار عن حروب، حاجة تزعج العقل توجع الدماغ. بس تخيل ان من قبل ميلاد المسيح ب300 سنة نسمع عن واحد كان اسمه الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر ده جه من الإغريق من بلاد اليونان يحتل مصر والشرق، احتل العالم كله وهو عنده 32 سنة. كتب التاريخ بتقول إنه عمل الحملات بتاعته دي ليه؟ علشان يقاوم الغلاء اللي موجود في بلده، وعلشان ما عندوش موارد مالية يقدر يجيب أشجار والتوابل. التوابل ساعتها كانت حاجة غنية جدا، كانوا بيقوموا حروب عشانها. تصوروا يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إنه منذ بدء الزمن والحروب موجودة، المتاعب موجودة، الغلاء بيحصل دايما. تشوفوا في أفلام بتاعة طب الدوسود بتاعت زمان قوي كده اللي هي من 50 و60 سنة دي، تشوف اتنين بيتكلموا على الدنيا ولع الدنيا غلت الدنيا. طب احنا النهاردة، هو النهاردة بس اللي فيه وباء؟ النهاردة بس اللي فيه حروب؟ النهاردة بس اللي فيه أمراض؟ ده السيد المسيح قال لنا ما خدعناش، قال في العالم سيكون لكم ضيق. هتشوف ضيق، مش شرط انت تعيشه، لكن ثقوا انا ايه؟ انا غلبت العالم، مش هغلب. كل اللي انت بتمر بيه في حياتك من ضيق ولا من خوف ولا من تعب ولا من فقدان لسلامك، المسيح انتصر عليه بالصليب. بس هو مستني انت قلبك يروح له ولا تفضل قاعد في الدايرة دي. قريت مرة قصة رمزية يعني عن الفرق بين إنسان جواه فعلا وداعة كإنسان مسيحي وجواه حب وثقة في الله، والإنسان اللي ما يعرفش المسيح فعايش عمال متوحد بس مع قلقه وخوفه وتعبه. إن كان في فرخة، قصة رمزية يعني، لقت بيضة كده لوحدها فجابتها حطتها ايه مع البيض بتاعها ورقدت عليهم كلهم فقسوا. البيضة دي كانت بتاعت نسر، عارفين النسور؟ نسر ده اللي هو يقدر يفتح عينه في السماء. فطلعت البيضة دي، طلع منها نسر صغير، لقى الفراخ اللي معاه عمالة تاكل حبوب في الارض، قعد ياكل معهم الحبوب في الارض. طلعت ربنا ياكل الحبوب في الارض، ما يعملش حاجة غير كده، لكن حس ان هو جواه كده حاجة، في قوة جواه عاوز يطير، عاوز ينط كده غيرهم. فجرب يطير، طار شوية صغيرين ونزل، بعدها شوية صغير اكتر ونزل، لغاية ما طار وصدره اتفتح للهواء وقعد يطير يطير، وشعر بالتمتع وهو طاير كده في السماء. قال ارجع بقى ايه لاخواتي اللي معايا دول اللي عمالين ياكلوا الحبوب بس، اقول لهم لا بصوا ده في حاجة تانية أجمل من كده، تعالوا جربوها. يروح لهم يهز جناح، ده مفيش، عمال ينقب الحبوب في الأرض. يروح يزق ده، مفيش. يطير قدامهم عشان يقلدوه ولا يغيروا منه، مفيش. هم حطوا في دماغهم إيه؟ إن هي دي عيشتهم، هي دي بس. اللي كاتب القصة دي يقول فأدرك أن له شيء يميزه عنهم، فملأ صدره بالهواء وانطلق، راح يعيش العيشة اللي المفروض يعيشها. احنا كمسيحيين المفروض نكون كده. صدقوني احنا بالمسيحية بالمعمودية وبالروح القدس اللي جوانا، بالإفخارستية جسد الله ودمه لما بنتحد بيهم، بيبقى عندنا القدرة ان احنا نتغلب على كل حاجة. بس احنا اللي بنطفي ده، احنا اللي بنقعد قافلين دماغنا عن كل حاجة. صحيح في متاعب، صحيح في ألم، صحيح في مشاكل، صحيح في احتياجات، ولكن جرب كده طريق من الاثنين. طريق تفضل متوحد بيه مع ألمك، تفضل متوحد بيه مع حزنك، فيفقدك هدوءك ويفقدك سلامك. ما تعيش في وداعة، تعيش مضطرب. وجرب كده انك تسيبها لربنا
وتسلم الأمر لربنا. العذراء راحت للسيد المسيح في معجزة تحويل الماء لخمر، ما قالتلوش اعمل لهم حول لهم خمر، قالت له كده أبدا. راحت قالت له إيه بس بالظبط؟ ليس لهم خمر. عرضت بس الأمر عليه. جرب كده، حط الحاجة عند ربنا وسيبها وخليك واثق فيه، خليك واثق في ربنا. الإنسان اللي عنده ثقة في ربنا هيعيش وديع، يعيش هادي. إيه ليه بيقول الوداعة؟ ليه السلام؟ إيه يعني؟ فيها إلا متضايق شوية؟ لا، الحاجات دي بتحكم كل أفكارك وكل ردود أفعالك في حياتك. بتقابل حد متعب مزعج، في ناس صعبة، في ناس لا تطاق، صعبين. لو تيجي تدخل جوه واحد فيهم عنده ألف مبرر للي بيعمله، وبيبقى هو شايف اللي حواليه إن هم اللي صعبين. ما فيش حد النهاردة بسهولة بيشوف نفسه غلط خالص، احنا كلنا صح. طب مين اللي غلط؟ يعني لما كلنا بنشتكي ان احنا تعبانين، مين اللي تعبنا؟ يعني مين حد من بره جاي تعبنا؟ ما احنا. لكن ما حدش النهاردة، نادر قوي ان واحد يقول ده انا تعبت فلان ولا تعبت فلانة. نادر ان واحد يعتذر او يرجع عن تصرفاته لو كان مضايق حد ولا بيقصوا على حد ولا طبعه صعب. ليه؟ لان ما تعودناش على ان احنا نعيش في وداعة كده. البابا شنو ده في كل عظمته ده وكل تاريخه ده، شفته بيعتذر لواحد زعق فيه، شاب صغير. ولما في مرة كان طالع في السيمينار في الدير وولد قاعد يقول له على حاجة، سيدنا شخط فيه، مش وقته يعني، مسافة بس ما هو طالع السلم شاور لي، قال لي شفت الولد ده؟ قلت له، قال لي من فضلك هاته. قلت له حاضر. دخل جوه القاعة، من فضلك يا ابونا تخلي الولد ده يستناني. وأول ما خلص الاجتماع سأل عليه، ليه؟ حس بإن هو ما يقلقش إن هو يتعامل مع الولد كده. مش غلط أبدا إن أنا أقول إن أنا غلط، الغلط إن أنا أعاند وأفضل مستمر في اللي أنا فيه. هعيش في إيه؟ هعيش في عناد، لكن مش هعيش في وداعة. الوداعة لما بتبقى في إنسان يحس باللي حواليه، يشعر بالناس. ممكن يبقى واحد ماشي في الشارع محتاج فعلا، مش بيدعي، ويجي الإنسان يقعد ينتهره. طب يا عم مش عايز تساعده، انت حر، بس بلاش تعمل فيه كده، ما ربما يكون محتاج فعلا. صحيح في ناس بتكون مش محتاج، بس الإنسان اللي عنده وداعة تجاه الناس ويحس بيهم. كان البابا شنو ده يقول، ربنا يحرك قلبه إن يعرف فعلا، ويدي له روح التمييز إن مين محتاج ومين لا. أهو العطاء ده فضيلة جميلة جدا، بس خلي بالك كل وصية كل فضيلة ربنا بيدينا معاها القوة والمعونة، وهو اللي بيكملها، بيستنى البداية مننا بس. لكن لما يكون قلبنا ناقي فيها، هو اللي يدينا الحكمة، هو اللي يدينا الإفراز، هو اللي يدينا التمييز. هو المحبة شيء جميل، هو اللي يدينا لما يشوف قلبنا طيب ونقي، هو اللي يدينا ان احنا ما نبقاش متسرعين في محبتنا فنثق في ناس وحشين ونرجع نتأذى ونتضر. عايزين نعيش في وداعة، هو اللي هيدينا التمييز والحكمة ان اتعامل مع الناس ازاي بحدود. الوداعة لا تعني الضعف ابدا. حد يقدر ينكر وداعة البابا شنودة في تصرفاته مع الناس كواحد شفناه وعشنا معاه؟ حد يقدر ينكر وداعة القديس أثناسيوس الرسولي اللي قاد العالم المسيحي كله ضد الأريوسية، ولكن في الحق يقف كان الواحد فيهم زي الأسد. حتى البابا شنودة في شعر من أشعاره قال، كل قبطي وديع إنما في الحق ضيغم، يعني أسد. فالمسيحية بتعلمنا الوداعة، لكن ما بتعلمناش الضعف، بتعلمنا القوة. قوة إيه؟ قوة التسامح، قوة المغفرة، قوة الحب. السيد المسيح على الصليب لغير المؤمن إنسان ضعيف متبهدل مضروب، لكن مين اللي كان عند الصليب؟ يوحنا الحبيب الوديع اللي أدرك عظمة اللي ربنا بيقدمه له.
احنا لا نتبع اله ضعيف، نتبع اله قوي كلي القدره. لكن بيعلمنا ان المسيحيه ما لا تعرف القوه الجسديه، لم تنتشر المسيحيتنا بالسيف الخارج منها، ولكن انتشرت بالسيف الآتي عليها. احنا النهاردة بنحتفل بنهضة مين؟ الشهيد مريمين. شوف كل الشهداء دول اللي كانوا البداية في كل حاجة. أول فارس نسمع عنه بيتعذب ماري جرجس، أول قائد جيش نسمع عنه بيتعذب أبو سيفين، أول بنت وزير نسمع عنها بتتعذب القديسة دميان. ما كانش في حد سبقهم في ده، لكن كانوا ناس عارفين ان عندهم ايمان قوي، وودعتهم هذه خلتهم سلموا نفسهم للموت. محبة في مين؟ محبة في المسيح. لا يمكن لعقيدة فاسدة او ايمان منحرف ان يؤدب الناس، يودي الناس للاستشهاد. احنا لما نبص لابائنا الشهداء نعرف ان احنا قد ايه ايماننا قوي وكنيستنا قوية وايماننا غني. بالورقة والقلم كده الاضطهادات اللي جت على المسيحية من فجر المسيحية الأول للنهاردة تبيد المسيحيين، لكن يظل المسيحية شاهدة للحق في كل زمان، وتظل المسيحية يكرز بيها في كل العالم وينادى بيها في كل المسكونة. ليه؟ عاشوا ودعاء باعتدال، ودعاء لكن أقوياء في الحق، عاشوا دعاء متسامحين لأبعد حد، ولكن غير ضعفاء أمام مغريات العالم، غير ضعفاء أمام الاضطهاد والعذاب. عاشوا ودعاء وكانت الوداعة تقودهم بحكمة الله للشهادة للمسيح. الإنسان اللي يعيش في البيت كده هادي يخلي البيت كله حلو. الإنسان اللي يقعد يتعفرت وأقل حاجة تقومه وأقل حاجة تخليه يفكر وأقل حاجة يعمل مشكلة خلي البيت في نار نار. ونيجي بعد كده، هو ليه ربنا بيعمل كده؟ ربنا ما عملش ده، أنا اللي عملت. لو أنا وإنت وإنت وكلنا كده قاعدين مع بعض، وكل إنسان بوداعة كده حس بالآخرين، شاف إن الآخر دوت قد إيه بيتعب عشانه، قد إيه بيحتمل عشانه، قد إيه بيساعده، تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجد راحة لنفوسكم. الكتبة والفريسيين كانوا بينادوا بكلمة ربنا، لكن ما كانش جواهم وداعة المسيح. المسيح كان يمشي وسط الجموع لا ينتهر أحد، يسيب الناس تزحموا من هنا ومن هنا. بوداعته دي كان يمشي مشي 6 ساعات عشان يروح للسامرية على رجله. بوداعته كان يقول يصنع خيرا. طب مش احنا المفروض بنقتدي بالمسيح؟ هو ده المسيح. الكتبة والفريسيين اللي كانوا ظاهرين ان هم بيطبقوا الشريعة والناموس وهم الاوصياء على كلمة الله، كانوا يتمتعوا بقساوة قلب عجيبة. يجوا الناس للمسيح علشان يشفيهم من امراضهم، ينتهروهم، يقولوا لهم النهارده السبت في ايام للاستشفاء، روحوا وتعالوا في الايام الثانيه. يا عم فين الرحمه باللي قدامك؟ فين احساسك باللي قدامك؟ ظاهرا دول الكتبه والفريسيين اعظم ناس في الامه اليهوديه. عشان كده فرق كبير، والبابا شنودة كان يقول كده، هناك فرق بين الممارسات الدينيه وان تحيا الوصيه. الممارسات الدينيه ان انا بروح الكنيسه واحضر عشاء واحضر قداس واقول هو انا ليه ما بتغيرش؟ ما انا ما عشتش ده من جوه. القلب في حته والكلام في حته. القلب في حاجه والتفكير في حاجه. الانسان الوديع قلبه يكون بسيط مع الله، يتمنى دوما فعلا رضاء ربنا، يتمنى دوما ان يعيش في سلام، غايه حياته ان يعيش في سلام. والكتاب قال لنا كده، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه جميعها تزاد لكم. الانسان الوديع ردود افعاله تبقى هاديه، يغفر يسامح. لو ما بتعرفش تغفر اعرف ان قلبك من جوه فيه مشكله مش المواقف.
صدقوني ما حدش فينا ما بيغلطش، ما حدش فينا ما بيأثرش في حياته، ما حدش فينا ما بيأثرش ناحية الآخرين. لكن فرق بين إنسان يعيش بوداعة فيلتمس العذر، يقول معلش أنا زعلته في كذا، ما هو زعلني في كذا، ما أنا زعلته في كذا، ده فيه العيب الفلاني، ما أنا فيه العيب الفلاني. الإنسان الوديع لا يدين أحد، لا يحكم على أحد، لا يحمل ضغينة الأحد، لا يكره، لا يشتهي شيء في إيد إنسان، لأنه شعر أن ربنا بيحبه وبيديله كل حاجة. فمهما جت لنا ضيقة ولا اضطهاد ولا تعب ولا حزن ولا مشكلة، المحصلة الكبيرة اللي عندي أن ربنا ده بيحبني، أنا واثق أنه بيحبني، ما شكش في وعود الله. على أي أساس هعيش وديع؟ على أي أساس هعيش في هدوء؟ عشان أنا عارف زي ما بولس الرسول قال، لأني عالم بمن أمنت، عالم بمن أمنت. داود النبي اللي وقف قدام جلياط الجبار قال له أنت تأتي إلي بسيف وترس ورمح، أما أنا فأتيك باسم رب الجنود. داود ده الوديع الغلبان البسيط اللي يقوله كان عليه يقول أشكر مع حلاوة العينين، ما كانش نافع في أي حاجة خلوه يروح يرعى الغنم. لما صموئيل راح يمسح ملك في بيت يسل بيت لحمي، قعد يعد عليه أولاده كلهم، ما جابش داود، ما جابش داود. ليه؟ قال لك ده صغير ما ينفعش في حاجة. فكل واحد يعد قدام صموئيل النبي يقول له مش هو، ربنا يقول له مش هو. قال له في حد تاني؟ قال له في واحد لسه بيرعى الغنم. قال له هاته. فسمع صوت من السماء، هو ده مسحه ملك. نظرة الله بتختلف عن نظرة الإنسان. اوعى تفكر انك انت لما تعيش في سلام وفي تسامح انك ضعيف، انت عند ربنا حاجة كبيرة قوي، انت عند ربنا قوي جدا، انت عند ربنا كبير. وقف داود البسيط الغلبان ده الوديع ده اللي كان يقعد يحب المزمار والكسار والعشرة أوتار، وقف قدام جلياط قال له اليوم يدفعك الرب في يدي، يدك مين ده قدك 10 مرات. الوداعة تقوي الإيمان جوا الإنسان، تخليش الإنسان مضطرب ومشوش. يا ما فكرت خدت إيه، يا ما قلقت خدت إيه، يا ما خفت من حاجات كتير وما حصلتش، ليه بتخاف؟ كلنا نيجي نقعد نقول ده أنا خايف من كذا. كم مرة في حياتك خفت من حاجات فعلا وما حصلتش؟ فبدل ما تخاف من اللي جاي افتكر اللي عدى واللي ربنا عداه. مواقف كانت تمر بالإنسان بس خلاص هي قفلت، مش هتتحل وتتحل وتعدي. لما يجي لك موقف تاني ليه تعيش في ده؟ ما تفتكر اللي فات. أكتر حاجة كنا بنسمعها من البابا شنودة في أي موقف أيا كان، قبل ما يتكلم عن حلول ولا يلجأ لمين ولا يكلم مين ولا يعمل إيه ولا يحلل الأمر أبدا، قبل كل ده كان يقعد يسترجع الموقف ده عدى عليه قبل كده كم مرة وعدى إزاي. فهنا بيعمل إيه؟ بيسترجع إيه؟ خبرات مع الله. هنا عايش قدام المشكلة بإيه؟ بوداعة، قوي جدا، يصور الحق جدا، يصور من أجل العقيدة، من أجل أي فكر خاطئ جدا، ولكن أمام أي تجربة لا يفقد سلامه ولا يفقد رجاؤه. هتقولي ده البابا شنودة أنا هقارن نفسي بيه. آه أنت ممكن ما تقدرش تكون هذا الأب البطريرك في علمه وفكره، لكن تقدر تكون هذا الإنسان في إنسانيته، في اعتماده على الله، في رجائه بربنا. ما هو كان واحد عادي زينا برضه ونشأ في ظروف يعلم بها ربنا، أنا حكيتها لكم المرة اللي فاتت فمش عاوز أعيدها تاني. ومع ذلك شوف وصل لإيه، يتيم مغترب من بلد لبلد لبلد، يتغلب على كل ده، نما جواه يعني في حاجة اسمها رجاء في ربنا، أحفظ بيه وداعة قلبي وهدوء نفسي فأقدر أعد أي حاجة. وكنا في وسط أي موقف يكون صعب، لما يقعد يسترجع خبراته مع الله دي يبعث فينا السلام، نهدى ونطمن. مش بنهدى ونطمن اعتمادا على شخص، احنا واحنا بنتكلم على أبائنا وأنا بقعد أكررها في كل مرة، لا نطفي مهالة من القداسة المطلقة على إنسان، الكمال لله وحده. لكن احنا بنتكلم عن أبائنا
زي ما قال الكتاب اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، فبنستشهد بمواقفهم لكن لا نطفي عليهم هالم القداسة المطلقة ولا الكمال المطلق. ليه؟ عشان أنا أكون عارف أن أنا مهما كنت، الأباء دول القديسين الشهداء كان عندهم ضعفات، كان عندهم متاعب زينا بالظبط. طب إيه الفرق بيننا وبينهم؟ هم انتصروا على ده وعدوا. موسى الأسود دوت كان ممكن يفضل قاعد إنسان يشوف رفض الرهبان له وخوفهم منه يفقد رجاءه ويجري يمشي، لكن بالتوبة الحقيقية والقرب لله تتحول نفسه الشريرة اللي سريعة لسفك الدم، اللي سريعة للخطية، اللي سريعة للقتل، زي ما قال يشربون الاسم كالماء، يتحول هذا الإنسان لهذا الرجل الوديع اللي يروح بالليل يلم أجرار المية من قدام الألالي يروح يملاها علشان الناس تقوم الصبح تلاقي مية تشرب منها. والمكان ده يقال ان هو كان يمشي مسافة بعيدة جدا. ايه اللي يحول القلب ده؟ الثقة في الله، الثقة في موعيد الله، الإيمان بأن الله هو اللي بيقدر يقود حياته ويحفظ سلامي فأعيش في وداعة، فتتغير نظرتي للناس، تتغير ردود أفعالي للناس. لو النهاردة كل موقف بيتكرر معاك رد فعلك هو هو، أعرف أنك لسه الحكاية بدرع شوية، ما تعلمتش في حياتي حاجة. موقف بيحصل بيضايقني، أعدي يحصل يضايقني، أعدي يحصل يضايقني، يبقى أنا اللي ما بتعلمش. فين ربنا هنا؟ فين التجاهي لربنا؟ فين ربنا اللي بقول له يا رب أنا تعبت من الموضوع ده، أنت غيرني، أنت شيل ده من جوايا، أنا واثق أنك تقدر، أنا واثق أنك تقدر تديني سلام. بس استشعر كده أن هو بيقول لك أنا هدي لك اللي أنت عايزه، بس أنت تعال ابتدي. يعني بيقول لك ما تخافش. طب جرب، ابتدي تجرب انك ما تخافش، وهو هيكمل دوت ويشيل منك الخوف. يقول لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. جرب انك تقول يا رب طب انا هطمن في الموضوع الفلاني وهسيبه عليك وانا واثق فيك، مش هسيبه عليك واختبرك يا ايه، لا انا هسيبه عليك وانا واثق فيك. عارفين الترنيمه بتاعت اصلي له الجديده الحلوه دي؟ من ساعة ما سمعتها وأنا بحب أقولها في كل موقف، أروح عنده أحط الحمل وأسيبه وأنام مرتاح أنا واثق في ترتيبه. تتقلب الدنيا حواليه، هو إنسان محتفظ بوداعته. الإنسان اللي ما عندوش، ما يعرفش المسيحية وما يعرفش ربنا وما يعرفش قوة الروح القدس اللي في الإنسان يستهزأ بالكلام ده، يقول لك أنتوا بتتكلموا في إيه؟ لكن الحياة دي اختبار. احنا النهاردة واحنا بنقول المديحة بتاعت البابا كرولوس مع الشهيد مريمين، البابا كرولوس الانسان اللي علم العالم الصلاة، البابا كرولوس دوت لما راح اتوحد فين؟ في الطاحونة، مكان مفتوح من كل حتة ومكان مخيف وفيه لصوص وضباع وحيوانات، كان عايش هناك ازاي؟ مطمن فعليا، ما كانش عنده اي حاجة تحميه من ده الا ايه؟ إلا إيه؟ إلا قوة ربنا. هو لو راح هناك وهو خايف؟ لا، راح وهو عنده قناعة إن الله هيحفظه. فعاش هذا الإنسان رغم قسوة الظروف اللي فيها عاش وديع. إحنا بس مشكلتنا إن إحنا بنقعد ندي تحليلات وأفكار لكل حاجة ونقنع نفسنا بيها فنخاف ونضطرب. البابا شنودة كان يقول من فضلك أي موقف يمر بيك اوجد له اي علة اي سبب. يعني ايه؟ لما سألته على الحكاية قلت له عن ايه يا سيدنا؟ قال لنا وانا في المغارة جديد، انا اول مرة اقول الحكاية دي، يعني قال لنا وانا في المغارة جديد كنت اسمع حاجة تروح تخبط على الباب، اسمع زي ما يكون حد حاجة بتخبط في حاجة بره، زي ما يكون في صوت حد بيتكلم. لو مشيت ورا الافكار دي يبقى الشيطان ده جاي بقى يخوفني وانا ما اخافش ابدا، كان يعمل بحواجبه كده، انا ما اخافش ابدا. قال فكنت اوجد مبرر لاي حاجه بسمعها، اقول ممكن يكون الهواء حرك الطوب دوت خبطه في حاجه، ممكن يكون الباب النجار اللي جه عمله ما عملوش كويس فالهواء بس بيحركه كده ولا حد بيخبط ولا حاجه،
بيوجد سبب يشيل من جواه ايه؟ الخوف. يوجد سبب ينمي جواه ايه؟ حفظ ربنا ومحبة ربنا. تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجد راحة لنفوسكم. داود النبي تمسك بالوداعة بقى هذا النبي العظيم. شاول اللي كان بيضطهده اتمسك بالعصبية والعنف والكبرياء فهلك، لدرجة ان ربنا قال لصموئيل النبي لا ترفع من اجله صلاة، ما تبصلوش كده وتبقى فرحان بيه، انا رفضته. وما اصعب ان انسان يكون موضع رفض الله. طب ده يخوف، ده حاجة تخوف. ده كان ملك، اقول لك انتبه. مهما كنت انت ايه، ولا مهما كنا قريبين من الكنيسة، احنا عايزين طول عمرنا نفضل مسكين في ربنا ومحتفظين بوداعة نفسنا. يعني تعال على نفسك شوية مع الناس اللي بتتعامل معاهم، مش شرط لازم تثبت انك صح، مش مشكلة. يعني لو موقف يعدي عديه، مش شرط تفضل تعاند في كل حاجة، مش شرط تاخد حقك في كل حاجة. هل معنى كده ان احنا نكون ضعفاء؟ لا، نكون متسامحين، نكون متسامحين. ربنا نفسه بيعمل معنا كده، تقول له خطايا كتيرة يقول لك لا اقعد اذكرها، مش هفتكرها. تقول له انا تعبت يقول لك تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. طب ده عمل وعمل معايا، يقول لك اغفروا يغفر لكم. الحاجات دي تحفظ لك سلامك، تحفظ لك قلبك نقي. يجي لك اي فكر من هنا ولا من هنا تقدر ترد عليه. هيحصل موقف، هيجي موقف تاني، امسك برضه في ربنا. ملناش رجاء غير في ان احنا نفضل ماسكين في ربنا. يقول قال الجاهل في قلبه ليس الله. يقول لك ربنا مين يا عم؟ هو ربنا ده سائل فيك؟ هو ربنا ده فين؟ السيد المسيح كان مصلوب بين اتنين، بين اتنين، واحد عمال يغلط فيه ويتهكم عليه لو كان وكان وكان، والتاني عمال بيطلب الرجاء. وما زال المسيح مصلوب، وما زلنا احنا بنتصارع جوانا ما بين ان احنا نمسك فيه ونعيش في سلام ونجرب. هي محتاجة بس تبتدي والنعمة تعمل فيك. السيد المسيح راح يقوم لعازر من الموت. ايه أصعب؟ ايه الصعب يعني؟ اني اقوم واحد من الموت ولا اني اشيل الحجر؟ ايه الصعب اللي فيهم اكتر؟ الموت. رجع روح من الجحيم يدخلها في بني ادم، قالوا له نتن. عايز يقول لنا ايه في مثل الغني، في مثل اقامه العازر؟ عايز يقول لنا اي حاجه في حياتك مهما كانت صعبه، مهما كنت شايف ان خلاص باظت، مهما كنت شايف ان ما فيهاش امل، مهما كنت شايف ان بحكم الطبيعة فعلا راحت، ابدأ بس بإيمان حقيقي ارفع الحجر. قال لهم ارفعوا الحجر مش بس عشان يكونوا شهود لقيامته، ما هم كده كده شهود، ولكن عشان يعلمنا في جزء عليك اعمله. بدل ما تقعد تفكر كتير روح لربنا جرب. ده مش كلام ولا حاجة يعني ايه تتحسب بالورق والقلم، ده اختبار، ده اختبار. افتكر كده كم مرة تعبت ونجاك، كم مرة غلطت وسطر عليك، كم مرة كنت تظن ان الامر ده لن ينتهي وتحل. افتكر احسانات الله ليك. هتعيش دايما في وداعة، هتعيش دايما في سلام، هتشعر دايما بان ايد ربنا معاك. ولا يستطيع قوة ايا كانت انها تهزنا في ده، لان السيد المسيح بيقول لنا اراكم فتفرحون ولا ينزع احد فرحكم منكم. نبتدي بس كده واحنا داخلين على صوم الميلاد كل سنة وانتم طيبين، خلاص بعد يومين ثلاثة ناخد كده تدريب في الصوم ده، اقول له يا رب انا ههدي دماغي شوية، هوقف عقلي شوية. يعني هيجي دماغي كده تقعد تكلمني كتير، اقول لها لا انا في ربنا كبير، استني شويه وهفكر هجرب وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. ربنا قادر ان ينزع مننا كل روح القلق، كل روح
حزن، كل روح كبرياء، كل روح شهوة، وكل روح تعب، وكل روح خصام، ويدينا وداعة لنتحلى بصفات أبائنا الشهداء والقديسين العظماء دول اللي نقاوت قلبهم خلتهم شهدوا للعالم كله، وهو شافوا الموت قدامهم إنه ولا حاجة إذا ما قرنوه بأبديتهم. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير. اذكرونا في صلاتكم لإلهنا المجد الدائم.